قبل ما نروح بقى لماتش سواء الذهاب او الاياب، بس عشان في نقطه معلقه كده بنتكلم فيها من اول الحلقه، وعايز اعرف حضرتك شخصيا شايف الموضوع ازاي، موضوع كريم بنزيما وفكره انتقال نجوم كره القدم العالميين للدوري السعودي وانعكاسات هذا الامر على الدوري السعودي. اول حاجه، الدوري السعودي انا شايف الفتره اللي جايه هيخطف الاضواء من بعض الدول العربيه والافريقيه وفي بعض الدول الاوروبيه، ان يعني في دوريات احنا ما نسمعش عنها نادرا، يعني زي مثلا على سبيل المثال مثلا المجر، بلغاريا، ما تعرفش انت الدوري، في دوريات ما زي بتقول ايه مجهوله شويه، يعني عايزه متابعه جيده جدا. فالدوري السعودي استقدام رونالدو وبعد كده كريم بنزيما، وفي الطريق احتمال كبير جدا جدا ميسي، طبعا حاجه كويسه جدا بتعمل اضافه للكره السعوديه اكيد، ومش من فراغ، يعني في لعيب ممكن يحسبها ماديا، بس قبل ماديا الدوري شيق جدا وقوي وبيجذب اي حد ان هو يروح الدوري السعودي، طبعا مش دوري ضعيف، طبعا ملاعب، امكانيات، تنظيم على اعلى مستوى، اتحاد كوره ما شاء الله منظم، فالحاجات دي كلها بتصب في صالح ان اي حد من اللعيبه الكبار يروح. بنزيما زي ما حضرتك عارف هو قضى 14 عام في ريال مدريد، حقق كل 25 بطولة تقريبا او حاجة، حقق كل النجاحات من دوري الابطال، الدوريات المحلية عندهم، الاستحقاقات، السوبر، فطبعا تشبع بالبطولات، يعني عمل رصيد كبير جدا جدا جدا. صحيح. فهو حسبها برضو في الفترة الأخيرة ان ممكن تكون فيها جزء مادي، يعني انا سمعت حضرتك بتقول 200 مليون على مبلغ الموسم الواحد، كويس جدا، لو ثلاث مواسم 600 مليون، وبعدين هيحس بارتياحية هناك وهيبقى في استقرار، هو كمان ما شاء الله حتى اللغه بيتكلم عربي لانه اصلا جزائري، وعنده كل اللغات، كل اللغات، فرنساوي وكل، فحس ان هو برضه قريب، لان الدوري السعودي فيه محترفين مميزين جدا في الهلال، في الاتحاد، في النصر، غير الاسماء اللي احنا قلناها، كريستيانو والجماعه دول، فالحاجات دي كلها عندهم كمان لعيبه وطنيين يعني محليين، واللعيبه مميزه جدا الحقيقه بالدوري السعودي، طبعا عندهم لعيبه المنتخب قوي، وبرضه ايه اللي بيخلي اللعيبه تبقى يعني عندها ممكن القبول ان هي تروح الدوري، المنتخب السعودي لعب مع الارجنتين، كسب الارجنتين، برضه دي بتضاف للرصيد الكره الاسيويه والكره اكيد السعوديه، طبعا مفيش شك. فلما اللعيبه كلها حتى ميسي والناس اللي هم في اوروبا في المنافسات بتاع كاس العالم كله شاف المنتخب السعودي، فدي مش من فراغ، ما انت برضه انت انا عشان اجي لك لازم انا اكون عندي قناعه بيك، اكيد انت عندك الامكانيات اللي تؤهلنا احنا الاثنين نتعامل مع بعض، فالحاجات دي كلها بتصب طبعا في صالح الكره السعوديه ان هم يجيبوا لعيبه كويسه، وانا شايف بنزيما هيبقى اضافه. الاتحاد السنه دي خد بطوله الدوري قبل المسابقه بمباراتين، كان المنافسه قويه جدا جدا مع النصر. الهلال من الفرق القويه جدا في السعوديه، الموسم اللي فات كان طول بعيد، عمره كان بعيد عن الدوري، الهلال فريق قوي جدا جدا وطول عمره، كان من ايام عبد الرحمن بن مساعد اللي هو كان مسؤول على النشاط الرياضي في الكوره كلها في الهلال، كان يجيب لعيبه اجانب كويسه جدا، والهلال متصدر على طول، واخد اسيا كذا مره وبيوصل نهائيات، فطبعا الكره السعوديه فعلا تخليك ان انت تبقى تتشد ان انت تتفرج عليها. وما فيش شك انه كمان الشده دي هتزيد اكتر واكتر، لان الدنيا هتحلو اكتر واكتر لما يتواجد بقى هذا الكم من نجوم العالم في الدوري السعودي.